تمن عاليا توجيهات ديال صاحب جلالة حفظه الله مبكرا للحكومة من أجل التصدي لهذا الفيروس، وكما تتبعتم عطت التوجيهات الملكية السامية من أجل إعادة المواطنين المغاربة اللي كيدرسوا بالصين والمواكبة والمصاحبة ديال هاد الإخوة. وطبعا المواكبة اليومية، وحنا كنتيقوا في المؤسسات ديالنا، كنتيقوا في طبعا في التوجيهات ديال المؤسسات ديالنا. لحد الآن هناك تفادي لإقامة مظاهرات كبيرة اللي كتفوق واحد العدد، اللي يمكن لا تشكل يعني خطر، واللي بعض المرات كيشاركوا فيها أجانب يمكن لا تشكل خطر، ويمكن لا يعني توسع من هاد الوباء. لحد الآن بالنسبة للبرنامج ديالنا اللي هو يعني كما قلت بين 400-600 داخل واحد الدائرة في واحد المدينة، يعني لحد الآن ما كانش توجيه معين من طرف وزارة الداخلية، ولكن سوف وزارة الصحة أيضا، ولكن طبعا سوف نمتثل لكل هذه التوجيهات، لأن اللي كيهمنا كما كيهم المغاربة كلهم، كما كيهم سيدنا الله ينصره، هو الصحة ديال المواطنين والتصدي لهذا الوباء. ونطلبوا على الله الصحة والسلامة، ونطلبوا على الله أنه يحد الباس في هذا الموضوع. فاحنا غادي نواصلوا كما قلت العمل، ولكن إلا كان شي توجيه معين باش نأجلوا، راه أنا اللي كيهمنا ماشي هو هاد اللقاءات، أنه اللي كيهمنا هو كما قلت التصدي لهذا الوباء. كان ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.